يقول: لو أقول أنا أني كلب، هذه دعوة كبيرة ما يليق، لأنها دعوة توجب علي وتلزمني الاستغفار. لو قلت أني كلب راح أقول بعدها أستغفر الله، لأني مو كلب، ما لم أصل إلى درجة الكلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول بعدها ماذا يقول؟ يقول: ولن أقع في هذا الخطأ، فأدعي وأنتحل صفة بأنني كلب هذا البيت. أنعم وأكرم، أنعم وأكرم أيها المرجع الخراساني. يقول: أني ما راح أقع في هذا الخطأ مهما حاولتم يا وهابية أن تصيدوني وتوقعوني في الفخ، ما راح أقول أني كلب أهل البيت. لماذا؟ قال: ولن أقع في هذا الخطأ، فأدعي وأنتحل صفة بأنني كلب هذا البيت. لماذا؟ لأنها أسوأ وأدنى وأحقر ودون الكلب، لم يصل لدرجة الكلب. أنعم وأكرم سماحة المرجع الديني الخراساني. هذا كلامه في الصفحة 41. كيف يعني؟ جماعة بدهم يحزنوا على الحسين بأي طريقة؟ بيزحفوا زحف الكلاب حتى يوصلوا إلى مقام الإمام الرضا، يصيروا ينبحوا ذبح الكلاب. والله الله على الحسين، كثير مليحة هذا. هم جماعة بكرة يعجبهم أن ينهقوا نهق الحمير، خصوصا الحسين أو بغداد. بعض الفعاليات بالشعائر التي تضاف اللي ما لها جذور ضمن الأطر الشرعية، ضمن الموروث عن أهل البيت سلام الله عليهم، هاي ليست داخلة في هذه الآية. الآية تقول: ومن يعظم شعائر الله. ما موجودين، بيطلع مثلا مرجع بيقوم بيفتي اليوم بنبش قبر أبو بكر وعمر. طيب وهذا وجوب على كل مسلم، جنابه لو كان موجود بالسعودية بيقدر يحكي هيك حكي؟ طيب شو عم يعمل هو بشيعة السعودية بهذا الحكي؟ شو عم بيسوي؟ طيب هذا شو بيفرق عن داعش بهذا الفكر؟ بس لازم يشكر السيد الخامنئي اللي عامل له غطاء أمني لحتى يقعد يفتي على كيفه بهذه الطريقة. شو عم يعملوا هودي؟ خربوا التشيع، خربوا أتباع أهل البيت، خربوا بشكل مش طبيعي. فتاوى من ميلي، خرافات من ميلي، شغلات بتخليك والله ما بعرف شو بده يحكي الواحد. والشيء المؤسف، أنا عم يعني هلأ عم وجه نداء من حرقة قلبي، يا مشايخنا اللي عنده شوية شجاعة يتفضل يحكي، ما بيصير تخلونا لحالنا قاعدين عم نتصدى لهذا العالم. وأنتم تعلمون يا مشايخنا يا علمائنا، أنتم تعلمون أن كثيرا مما هو منتشر بين الشيعة أكاذيب وضلال. ما بيجوز بعد السكوت أكثر من هيك. إلى ماذا؟ إلى متى تسكتون؟ إلى متى تدعون العوام يحركونكم؟ ألستم تقولون بأنه مدرسة أهل البيت قادرة أن تجيب على كل تساؤل؟ أجيبه تتقب. وأقولها صريحة للأعزاء، كثير من هذه التساؤلات توجد أجوبتها واضحة ومفصلة عندي لا يتبادل، ولكنه في كثير من الأحيان الجواب الذي أقتنع به وأجده جوابا لها يخدش الخطوط الحمر داخل الحوز العلمي. فأنا أستطيع أن أقولها أو لا أستطيع، ها؟ ولا هذا الدرس يغلق. متفق؟ صعب ولا أنه مو صعب؟ إذن كثير من هذه التساؤلات التي أشير إليها أجوبتها موجودة، وبعض هذه التساؤلات لا واقعا إلى الآن لا أجد لها جوابا الآن فعلا. تقول: لماذا تطرحها؟ أقول: ما هي وظيفة 100,000 معمم في الحوزات العلمية؟ فليجيبوا عليها، فليأخذها الأعزاء ويقولون: لا تقولون أما أنا صاحب التساؤل أو الإشكال أو الإثارة، ما قولوا يوجد هكذا السؤال، على الحوزة أن تجيب أو لا تجيب، لابد أن تجيب، هاي وظيفتها. وهذا مأخوذ من كلامه صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما واتر إليكم رسله لماذا؟ ليثيروا لهم دفائن العقول، تساؤلات. بل فعلينا أيها الأحبة أن ننمي عقولنا، حتى لو العلماء حكوا لنا حكي نسألهم منين هالحكي، وإذا صارت عندنا فكرة بنناقش. مو معنى لما نناقش العلماء معناه إحنا عم نهينهم، لا، بدنا نفهم مليح. في فكرة أفضل ما فهمناها، في فكرة ما قبلها عقلنا. ما في بعض الناس يقول لكم قراء تعزية وقارئات تعزية أشياء ما بتنطبق على العقل، لأنهم هذا ما عقلنا ما بيقبلها. قنعونا كيف هيك صارت. لهذا كونوا أحرارا، هذا اللي احنا مشكلتنا، مشكلة كثير الناس اللي عميان
مش عميان النظر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.